تبقى ساحتك على المنتخب الوطني، وفكرة ان ابقى في مدرب مصري موجود على رأس الجهاز الفني. احنا معانا فيتوريا دلوقتي، لكن الحقيقة كنا نتمنى ان يبقى المنتخب الوطني في وقت من الاوقات مدرب بيبقى موجود باسم جديد بشكل جديد، يرجعنا الكابتن محمود الجوهري، يرجعنا الكابتن حسن شحاته في وقت من الاوقات. نعم. ليه ده ما حصلش؟ هيجي، لازم يجي، لان على مدى الزمن اللي احنا عشناه الفترات متغيره، يعني فتره المدرب المصري بيطلع وهو اللي بيبقى سايد، وفتره المدرب بس احنا يمكن احنا عندنا برضو يعني عندنا الضغوط عندنا ساعات بتبقى شديده جدا يعني وما بنستحملش وما بنصبرش، ويحبذا كمان لو كان المدرب ملوش قاعده ولا ارضيه قويه اهلي وزمالك يعني تساعده. يعني انا شايف ان ايهاب، انا عارف طبعا ان في، حتى كان في ناس بتكلمني يعني تقول لي ايه ايهاب وازاي، انا شايف ايهاب الظلم ظلم كبير جدا جدا جدا. يعني راجل جه في كام يوم، في ايام لعب ماتشين ولا لعب ثلاثه، الناس لو اجنبي ما كانش هيتعامل عليه كده. بس هو لعب ماتش يا كابتن كان صعب. ايه المشكله؟ طب ما ده عادي محمد، في مدربين في، انا قصدي كان رفض يعني، انا كان وجهه نظري في الوقت ده كابتن ايهاب جلال لو تجربه هتاثر نفسيا على اللعيبه، تاثر نفسيا على الشكل، على ما المنتخب. هو لسه هو خدها، هو لسه بيخدها والدنيا هو يعني كان انا رايي كان اقول قال لهم لا انا مش عايز العب الماتش ده مثلا. معلش ما الماتش ده اثر يعني، انا قصدي يا كابتن ان في ماتشات زي مثلا كابتن حسام البدري جه في وقت من الاوقات ده غلط، قال لهم غلط ما عنديش مشكله انك انا بلوم بلوم حسام دوري او ما بلوم تلعبش. حسام في الكلام ده ما هو كمان لما جه لعب وخد الفرقه، لا يعني ما يعني الدنيا كانت تلعبوا الدوري عادي يعني صعب عليه جدا، وبرضه اتعامل معاه زي ما اتعامل مع ايهاب، وده امر يعني بنشوف فرق كبيره مدربين تبقى بتشتغل فيها تشتغل فيها وتقعد بطوله زي المانيا. الراجل عاش في المانيا وعاش في البطوله وبعدين طلع منها من في الدول الاولاني وكمل بعد فتره، يعني اتشال بعد كده بس بعد فتره. يعني احنا ما بنستحملش وده امر اكيد ضغط، ضغط في سلبي السوشيال ميديا كابتن دلوقتي مهما يكون لازم المسؤولين يبقوا يعني اقوى من كده. لازم يثبتوا شويه وما تبقاش كل ما يبقاش فيه ضغط عليهم من الاعلام وخصوصا الاعلام المستجد دوت، وبعدين نتاصل بيه. لازم برضو نستحمل شويه عشان النجاحات ما بتجيش كده. مشروع يعني كابتن الراجل اللي المختلع اللي فكر في مش عارف في ايه، شوف قاعد يفكر فيه قد ايه لغايه ما وصل له ودلوقتي بقت الدنيا عامله ازاي. فيعني انا بقول يعني كمثال كده الكهرباء، المختلع بتاع الكهرباء لما فكر فيها في قد ايه وفشل قد ايه. فاحنا مجرد ان يحصل فشل بسيط عندنا خصوصا كمان لما يكون مصري.